السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لأول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة إن شاء الله معانا موقع استثماري لسه في يوم الأول. الموقع فيه كذا خطة للربح. الخطة الأولانية بتبدأ الحد الأدنى في الإيداع 100 روبل، والخطة مبتكملش 3 أيام وبتاخد يعني 102 روبل زيادة، يعني تحط 100 روبل بتاخد 202 روبل. 62 ساعة، 68 ساعة، لمدة 68 ساعة. تمام، الموقع لسه يا دوبك جديد. المبالغ المدفوعة في الموقع لحد الآن 1,772,000 روبل. عدد المستخدمين 705. ايام العمل لسه زيرو اهو، لسه في يوم الاول. الموقع بيضيف لك الارباح كل 3 دقايق، يعني ممكن كل ساعتين ولا حاجة هنعمل اثبات سحب وممكن تشتغلوا عليه. بس ايه، هي مرة واحدة استثمار وما تستثمروش تاني اللي عايز يستثمر. طريقة التشغيل في الموقع بتيجي من هنا، بتكتب هنا الاسم والايميل والباسورد وبتنقل الحروف دي هنا وبتعمل تسجيل، يبقى انت كده سجلت في الموقع. تسجيل دخول من هنا، هتكتب هنا الايميل ونحط الباسورد ونعمل تسجيل. سوري، نحط الاسم والايميل ونعمل اهو كده سجلنا في الموقع بنجاح. دي واجهة الموقع من الداخل، ده الصفحة بتاعتي الشخصية. هتيجي اول ما تخش على الموقع، اول حاجة تعملها هتقوم نازل ايه على الاعدادات، هتحط رقم محفظتك هنا وتعمل ايه حفظ. دي اول حاجة تعملها. بعد كده تخش على الودائع لو انت هتودع في الموقع، واكيد هو ده موقع استثماري. هنيجي من هنا زي ما انت شايف بيقولك ال 100 روبل هتاخدهم 202 لمدة 68 ساعة. تمام، احنا كده ايه هنحدد الخطة الاولانية. هو متحدد على الخطة الاولانية، عايز تحدد اي خطة تانية بتدوس هنا كده بتفتح اي خطة انت تلزمك عايز تودع عليها اودع عليها. هنستخدم الخطة الاولانية وهنحط 100 روبل ونجرب. شوف بيقول ايه، الدفع توجيه، هنقول له تمام اوكي. هيحولنا للبنك، دخول متروبل. تمام كده الموقع حطينا فيه ايه 100 روبل. تمام كده الوديعة تمت اهي، 100 روبل المبالغ. هنيجي بقى نخش ايه على، لا الودائع من هنا اهو كده الوديعة ظهرت بالتاريخ وهتنتهي امتى. ماشي، هنا وقت ما حطينا 27 وهتنتهي 31. تمام، وفي هنا رابط الإحالة بتاعك عليه بتمن مستويات. رابط الإحالة اهو، الاحالات اهو، رابط الاحالة، احسب رابط الاحالة من هنا اهو. رابط الاحالة بتاعك تجيبه من هنا. الاحالة بتبقى 8 مستويات. وفي حاجة كويسة جدا، لو انت عندك قناة يوتيوب بتعمل فيديو للموقع دوت وبتحط هنا رابط الفيديو وبترسله، بتاخد من 60 روبل حد ادنى ل 6,000 روبل. وبكده يكون انتهينا من الشرح، وان شاء الله اول اثبات سحب ساعتين ولا 3 هنزل لكم اثبات السحب.
ولو ان شاء الله الموقع صادق، اللي عايز يستثمر في الوقت اللي ما هنزل اثبات السحب يستثمر ياخد الموقع في اوله، وان شاء الله كلنا نربح منه في اول استثمار، وبعد كده نوقف الشغل عليه. وبكده يكون انتهينا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله.